هلو، الله يعطيكم ألف عافية دفعة حياة. اليوم رح نشرح المحاضرة الثانية من الجينيتكس. برضو هاي المحاضرة كتير بسيطة، يعني فيها بيسكس للمادة، مفاهيم. وحابة أبدأ المحاضرة بأنه ندعي لأهل غزة، الله يا رب يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويربط على قلوبهم ويصبرهم يا رب. أوكي، بدي أبلش المحاضرة بإني أراجع شوي من المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى كانت عن الـ DNA structure. أوكي، أول إشي حكينا إنه كانت الـ DNA عبارة عن 2 strands بالبعض، و each strand كانت عبارة عن شو؟ حكينا إنه each strand كانت عبارة عن polynucleotides، صح؟ هذا إشي ثبتناه بالمحاضرة الأول. بعدين حكينا الباك بون اوف ذا ستراندز كان بتكون من شغلتين. اذا نتذكر الشغله الاولى كان بتكون من الشوجر، البنتوز شوجر، اوكي، اللي سواء كان رايبوز او دي اوكسي رايبوز. وتاني شغله بتكون من شو؟ بتكون من الفوسفيت، تمام. اوكي، شو كمان حكينا؟ حكينا كان في عندي هيدروجين بونز بتربط النيتروجينس بيسز. النيتروجينس بيسز الباك بون كان عندي شوجر وفوسفات، والنيتروجينس بيسز كانوا زي كأنهم جايين لجوا. how many hydrogen bonds between كان الأدينين والثيمين؟ حكينا تنتين، صح. والسيتوسين والجوانين كان في بينهم 3 hydrogen bonds، تمام. بعدين شو حكينا؟ حكينا الستراند والستراند كانوا complementary to each other. How؟ ثبتنا هاي المعلومة إنه عن طريق البيس بيرينج. شو يعني بيس بيرينج؟ معناها إنه الأدينين والثيمين ربطين ببعض، والسيتوسين والجوانين ربطين ببعض. حكينا على هذا الأساس عدد الأدينين اللي في one strand يساوي عدد الثيمين بالستراند اللي قبالها، والعكس صحيح. والعدد الجوانين اللي في one strand يساوي عدد السيتوسين في الستراند اللي قبالها، والعكس برضو صحيح. أوكي، برضو ثبتنا إنه always diamond 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 one strand is from 3 prime ل 5 prime، صح؟ والثانية رح تكون العكس، من مثلا 5 prime ل 3 prime، صح؟ أوكي، هلأ حكينا عنا على DNA primary structure وال DNA secondary structure. بالنسبة لل DNA primary structure بس حكينا انه بيكون على شكل sequence of nucleotides، خلص واحدة من 3 prime ل 5 prime مرتبين فيها nucleotides، واحدة من 5 prime ل 3 prime مرتبين فيها nucleotides بهاي الطريقة. هيك كان الـ DNA primary structure بحكي. الـ DNA secondary structure، يعني سوري على رسمتي، بس بحكي لنا انه كان هو زي كأنه right-handed helix around a common axis على شكل B form. بس يعني حبيت أراجع لكم إياهم على السريع. أوكي، خلينا نبلش بهاي المحاضرة. أوكي، هاي المحاضرة قبل ما نحكي عن هاي السلايد، هلأ الأصل إنه DNA محافظة على شكلها اللي إحنا حكينا إنه هو شو؟ هيليكال، صح؟ هذا الشكل الهيليكال اللي هلأ اتفقنا عليه، اللي حكينا إنه بده يكون عندك right-handed helix around a common axis زي هيك، زي كأنها بتشبه البي فون. أوكي، المفروض إنها هي محافظة على هذا الشكل. كيف؟ عندي شغلتين، عندي يا إما الباك بون تبعها، أوكي، الباك بون تبعها اللي هو شوجر فوسفيت. الباك بون يعني زي بدي أحكي كل وحدة، خلينا نحكي نيوكليوتيدز كيف ربطين ببعض. حكينا عن طريق الفوسفو دايستر بونز، هذا إشي إحنا متفقين عليه، صح؟ دايستر بونز، أو هاي أول شغلة. أوكي، تاني شغلة شو حكينا؟ حكينا عندك النيتروجينس بيسز هم نفسهم، أوكي، اللي هم الأدينين والثيمين، برضو هذا إيش اتفقنا عليه المرة الماضية، ربطين ببعض بأكتر من طريقة. حكينا أول إشي الهيدروجين بونز، هاي إحنا متفقين عليها. تاني شغلة الفاندر وولز فورسز، أوكي، فورسز. وآخر إشي حكينا عنا واحدة اللي هي الهيدروفوبيك رياكشنز، تمام؟ المفروض إنهم هم محافظين على شكلهم، أو محافظة DNA على شكلها الهيليكال عن طريق هدول البونز، سواء عند الباك بون أو سواء عند النيتروجينس بيسز. طيب هلأ بده يحكي لنا عن مفهوم اسمه الهيتينج. شو حكينا؟ حكينا الهيتينج هو rupture of hydrogen bonds و separation of the two strands.
يعني زي كأني بديش استخدم كلمة مزعتهم، بس زي كأني مزعتهم، اوكي، زي كأني بعدتهم عن بعض عن طريق التسخين. هلا في عندي مفهوم اسمه شو؟ اسمه الميلتينج تمبرتشر. اوكي، الميلتينج تمبرتشر بحكي لك هي درجة الحرارة اللي بتفصل التو ستراندز بنسبة 50%. اوكي، يعني بتبعدهم عن بعض بنسبة 50%. شو بحكي لنا؟ بحكي لنا the temperature that produces loss of 50% of DNA helical form is termed the melting temperature. اوكي، بعدين صار يحكي لك طيب مش انا اجيت وسخنتهم اوكي وبعدتهم عن بعض، اوكي، طيب بعد التسخين لو باجي ابردهم برجعوا بيركبوا على بعض؟ بحكي لنا بحكي لنا cooling of denatured DNA results in reformation of the double helix، برجع لشكل الhelix، okay، or renaturation or reannealing، okay. إيش بسميها؟ reformation، renaturation، reannealing، اللي هي إذا بردت اللي سخنته بعد ما انفصلوا عن بعض بصير اسمها renaturation أو reannealing، تمام؟ طيب خلينا نشوف. في إشي بدنا نحكي إنه الهيتينج ليش عم نحكي عنها؟ لأنه إحنا في إلها كتير تطبيقات، واحدة من هاي التطبيقات كانت اللي استخدمناها في كورونا فحص البي سي آر إذا بتتذكروا. الهيتينج is was أو وستيل is used مثلاً في فحوص البي سي آر. طيب هلا نحكي على مفهوم كتير مهم، هذا المفهوم اسمه الجين. أوكي، الجينات كتير بنحكي عنها وكتير بنسمعها، مهم إنه نفهمها. هلا بدي اعرف انه الجين هو عبارة عن جزء segment of DNA that code for a polypeptide chain، او جزء من الـ DNA بيعطيني كود، هذا الكود بيعطيني بروتين. اوكي، نفس المفهوم. هلا بدي نيجي على البيسكس. شو بحكي لك؟ بحكي لك 3 bases اللي هم 3 nitrogenous bases او basically 3 nucleotides. اوكي، رح يعطوني كود، هذا الكود 3 bases بيعطيني امينو اسيد. اوكي، مثلا برضو زي ما حكينا مثلا TAG، اوكي، TAG اعطاني امينو اسيد، هذا الامينو اسيد، اوكي، يعني هذا نيوكليوتايد، هذا نيوكليوتايد، هذا نيوكليوتايد، هذا بيس، خلينا نحكي هذا عبارة عن كود، هذا الكود بيعطيني امينو اسيد لما يترجم. بعدين شو صار يحكي لك؟ إذا عندي أمينو أسيد وأمينو أسيد وأمينو أسيد، سو هاي عندي chain of amino acids. أوكي، شو رح يعطوني؟ رح يعطوني polypeptide. البوليبيبتويد هو basically عبارة عن البروتين. سو إيش حكينا؟ هون رح نحكي البيسز، النيوكليوتايدز، 3 bases، 3 بيعطوني كود، هذا الكود بترجم لأمينو أسيد، chain of amino acids بتعطيني polypeptide أو بروتين. مدام فهمنا هاي فهمنا كل إشي، تمام؟ So بحكي لنا it can be defined as a segment، جزء من الـ DNA بيعطيني code for a polypeptide chain depending on the sequence of the bases in the DNA، باعتماد على ترتيب الـ bases على الـ DNA. يعني مثلا TAG غير عن الـ GAT، هذا بيعطيني amino acid وهذا بيعطيني amino acid تاني. هاي معنى هاي الجملة. Every three bases form a code that determines an amino acid. Okay. هذا الحكي تلخيصه هاد. Okay. هلا في شغلة كتير مهمة. Okay. إذا أنا باجي أسأل حدا أنت وين ساكن؟ مثلا حد بيقول لي عمان، حد بيقول لي الزرقاء، حد بيقول لي الكرك، حد بيقول لي إربد. طيب إيش معناها؟ أنا حكيت له حدد موقعك، وموقعه إله اسم. خلاص؟ مثلا اسم موقعي عمان، اسم موقع الجامعة الزرع. اوكي، البوزيشن او الموقع له اسم، فبوزيشن تبع الجين على وين؟ على الكروموسوم، بس اسمه لوكس اوف ذا جين. مهم نحفظ هذا المفهوم. فموقع الجين على الكروموسوم اسمه لوكس اوف ذا جين. اوكي، هلا خلينا نقرأ هدول الكم جملة more expansive definitions، يعني زي مفاهيم شوي متوسعة أكتر. بحكي لنا الجين هو part of DNA that gets transcribed into an RNA.
سواء بصير mRNA, tRNA, rRNA or any other form of RNA عشان بالتالي يعطيني البروتين. So هو الجزء من الـ DNA اللي بصير له transcription لعشان يصير عندي RNA بأنواع مختلفة عشان بالتالي يعطيني البروتين. ما رح كتير أدقق عند هدول, رح نقرأهم ونحاول نفهمهم شوي لأنه كله رح ينشرح بالديتيلز وبالتفصيل لقدام. برضو صار يحكي لنا الجين هو البيسك فيزيكال اند فونكشنال يونت اوف هيريديتي, هو الجزء الأساسي سواء كان عندك فيزيكال جسدي أوكي أو فونكشنال, أو إنه يعني اللي بيشتغل الجزء الفيزيكال اللي يعني زي كأنه المرئي أو الفونكشنال أو اللي إله زي مهام بالوراثة أوكي. genes are made up of DNA, هاي جملة كتير مهمة وإحنا حكيناها إنه الجين هو عبارة عن segment of DNA, so يعني ما إنه هو جزء من الـ DNA إذن هو أكيد معمول من الـ DNA. وبعدين صار يحكي لنا some genes act as instructions to make molecules called proteins to code for a polypeptide chain, يعني protein. So بيعطوا instructions عشان يعملوا عندي البروتينز. Sorry. However, many genes do not code for proteins. Many genes ما بيعطوني البروتين. وبعدين حكى لنا a region of DNA ممكن إنه يكون عندك encodes function. تمام تمام. أوكي هلا بدنا نحكي شغلة. أوكي هلا في عندي منطقتين على DNA, عندي منطقة اسمها الإكزون أوكي هيها هدول إكزونز أوكي, وعندي منطقة اسمهم الإنترونز هدول أوكي إنترونز. طيب شو الفرق بين الإكزونز والإنترونز؟ هلأ باليوكاريوتيك جينز أوكي بدنا نحكي إنهم هم discontinuous, يعني مش كل الجين رح يترجم عندي لبروتينات أو لأمينو أسيدز بتعملي لبروتينات. الإكزونز بس هم مناطق النيوكليوتويد فيها تترجم لأمينو أسيدز, while عندي الإنترونز على الجين هو sequence of nucleotides don't code for amino acids, ما بيعطوني كودات بتترجم لأمينو acids. تمام تمام. So most eukaryotic genes are discontinuous, contain coding regions اللي هم الإكزونز, إذن الإكزونز رح نسميهم coding regions, وهدول coding regions بيعطوني nucleotides, هدول nucleotides بيعطوني كودات, هدول الكودات بتترجموا لأمينو أسيدز وبالتالي بيعطونا proteins أو expressed sequences بسميهم, أو non-coding regions اللي هم الانترونز. non-coding regions اللي هم الانترونز. الانترونز هم عبارة عن مناطق على هذا الجين أوكي النيوكليوتيدات فيها ما بتترجم لا ما بتعطيني كودات وما بتترجم بالتالي ل امينو اسيدز اوكي وبالتالي ما بتصير عندي بروتينات. خلاص تمام. اوكي شو بدنا نحكي كمان؟ هلا بدي احكي عن مفهوم اسمه الهيومن جينوم. اوكي شو هو الهيومن جينوم؟ لازم اعرف انه لما يحكي لي كلمه جينوم عطول بدي احكي كل الـ DNA الموجود في خلية الكائن الحي هاد. So هو all of the DNA of an organism. Okay. كليات الـ DNA الموجود. It's بسميه الجينوم. So هو total DNA content. طيب. الـ human genome هو total DNA content. طيب. اللي بتكون من ال 23 pairs النيوكليوي, هذا إيش إحنا بنعرفه, في 23 pair موجود في النواة أوكي, والsmall DNA molecule بالميتوكوندريا. هلا الميتوكوندريا برضو فيها DNA, والجينوم هو عبارة عن كل DNA الموجود جوا هاي الخلية أو جوا هذا الكائن, وهذا DNA سواء كان بالنيوكليوي أو كان عندي بالميتوكوندريا بحسبه مع الجينوم. طيب هل الجينوم هو بس الجينات اللي بتعطيني بالتالي بروتينات؟ لا أوكي. الجينوم هو الجينات اللي بتعطيني بروتينات واللي ما بتعطيني بروتينات. So protein coding DNA والnon coding DNA. Okay.
الهيومن جينوم هو البروتين كودينج دي ان اي والنون كودينج دي ان اي. هذا الحكي هو المكتوب في السلايد. اوكي شو كمان نحكي؟ بدي احكي انه انا عندي كودينج دي ان اي وعندي نون كودينج دي ان اي. الاشي الوحيد اللي بخليني افرق بين الكودينج دي ان اي والنون كودينج دي ان اي هو قابليتهم يعملوا او يعطوا كود. هذا الكود بيعمل لي بروتين، يعني to code for amino acids. هدول الامينو اسيدز بترجموا لبروتينات. اوكي بس هذا هو الفرق بينهم. خلينا نقرا. بحكي لك بحكي لنا كودينج دي ان اي those sequences that can be transcribed into او transcribed into mRNA وبعدين translated into proteins during the human life cycle. اوكي نسبتهم يا 2% يا اقل، اذا هم هدول الاقل نسبه. يعني بقدر ان هم يصير عندهم transcription into mRNA اللي هي عمليه تكوين البروتين بعدين translation into proteins during the human life cycle ونسبتهم 2% او اقل. non coding DNA made up all of those sequences نسبتهم اكبر تقريبا 98% of the genome. they're not used to encode proteins. مش شرط انهم هم يعملوا لي هم بيعملوا لي proteins. اوكي بحكي لنا some non-coding DNA contains genes for RNA molecules with important biological functions. اوكي important هدول ال non-coding DNA اللي ما بيعملوا لي proteins إلهم biological functions مهمة اللي هم ممكن يعملوا لي ال non-coding RNA ال rRNA الribosome ال RNA وال tRNA ال transfer RNA. اوكي اوكي وهذا الحكي رح نحكيه بالتفصيل لقدام. طيب ايش كمان بدنا نحكي؟ بدنا نحكي البروتين كودينج جينز، الجينز اللي بالتالي بيعطوني بروتينات. كانوا زمان يفكروهم عددهم 100,000 اوكي بس هلا صاروا يعرفوا انهم هم بس 19,000. ليش؟ انا بقول لكم ليش. اوكي كانوا يفكروا كل البروتينز جاي من جين، يعني كل بروتين جاي من جين. بعدين لقدام فهموا انه ممكن يكون نفس الجين ممكن يكون صار له modification تعديلات وعامل اكتر من بروتين. يعني كل بروتين جاي من جين اوكي هذا الجين ممكن يكون عامل اكتر من بروتين. يعني مش كل بروتين إلى جين معين ولكن كل جين إلى بروتين معين أو أكتر من بروتين واحد. تاني شغلة حكالنا إنه الجين finding methods have improved okay and could continue to drop further. هذا الحكي هيك مكتوب there are an estimated 19,000 لا 20,000 human protein coding genes. The estimate of the number of human genes has been repeatedly revised down from initial predictions of 100,000 or more as genome sequence quality and gene finding methods have improved and could continue to drop further. يعني ممكن انه يقل العدد كمان لما يكتشفوا انه كمان بروتينات جاي من جينات صاير لها modification وهاي الجينات عاملة بروتينات تانية بالاصل. اوكي The protein coding sequence account for only a very small fraction of the genome. هذا الاشي حكيناه وحكينا انه البروتين كودينج جينز تقريبا هم 2% او اقل اما النون كودينج هم تقريبا 98%. تمام بدنا نحكي هاي السلايد بطريقة كتير مبسطة وكتير سهلة. اوكي هاي كلها معلومات مكررة علينا من قبل. اوكي اول اشي لما يحكي لك الهابلويد او الديبلويد basically الهابلويد معناها احادي والديبلويد معناها ثنائي. تمام هلا الهابلويد basically ايش بحكي لنا؟ بحكي لنا هو عباره عن single set of chromosomes only. اذا كلمه single كتير مهمه يعني فيها 23 كروموسوم وليس 23 pair. اوكي 23 كروموسوم اوكي single. صار يحكي لنا وين موجودة بالهيومن جاميت سيلز سواء كانت الإيج إن وومن أو السبرم إن من
إذن هي basically الخلايا الجنسية، أوكي؟ وحكينا how many base pairs، هاي المعلومة جديدة علينا، بحكي لنا 3 billion DNA base pairs، تمام؟ أوكي. بالنسبة للديبلويد أو خلينا نراجع، إذن الهابلويد معناها أحادي، معناها single set of chromosomes only، إذن single set of chromosomes وليس set of pairs، إذن of chromosomes 23 كروموسوم، وين بالهيومن جاميت سيلز سواء كانت الإج أو السبيرم عبارة عن 3 billion DNA base pairs. أوكي الديبلويد، صار يحكي لنا الديبلويد هو عبارة عن twice the DNA content، إذا هديك كانت 23 هاي قدي رح تكون، هاي رح تكون عنا 46، أوكي؟ 46 رح يكونوا مقسومين من النص، 23 جايين من الأم، 23 جايين من الأب، أو بقدر أحكي إنهم هم عبارة عن 23 pair، أوكي؟ أو خلينا نحكي 23 pairs، أوكي؟ شو هذا الحكي معناه؟ إذا رح يكون عندك twice the DNA content، 23 من الأم و 23 من الأب. وين موجودين هدول؟ إذا هدلك خلايا جنسية، هدول خلايا جسمية human somatic cells. أوكي. بالمنطق إذا هدول كانوا base pairs الهابلويد base pairs اللي هي كانت single كانوا 3 billion DNA base pairs، وهاي رح يحكي لك twice the DNA content اللي كان، إذا هاي قدر رح يكون فيها base pairs، رح نحكي إنها هاي رح يكون فيها 6 billion DNA base pairs. هذا الحكي بالضبط بالضبط حرفيا مكتوب في السلايد اللي فوق، خلينا نقرأه مع بعض. صار يحكي لنا haploid human genomes which are contained in germ cells, the egg and sperm gamete cells, consist of 3 billion DNA base pairs. While diploid genomes found in somatic cells have twice the DNA content. So how many DNA base pairs في diploid؟ حكينا فيها 6 billion base pairs. Okay. Haploid refers to the presence of a single set of chromosomes in an organism's cells. In humans, only the egg and sperm cells are haploid. Okay. Okay. شو كمان نحكي؟ أوكي خلينا نحكي عن هاي السلايد، ركزوا معي، بعرف شكلها شوي معجوق بس ركزوا معي منيح، أوكي؟ نطلع عليها، صار يحكي لنا إنه هون عندي إشي اسمه الأليل، أوكي؟ لما يحكي لنا الأليل، هل صار يحكي لنا أي جين، أوكي؟ ركزوا معي، أي جين في الحياة في منه زي two types، أوكي؟ في منه أليلين، واحد جاي من الأم، واحد جاي من الأب، okay؟ إذن أي جين في منه two types، هدول كل type بسميه أليل، okay؟ واحد بيكون جاي من الأم، واحد جاي من الأب. الجينوتايب هي basically بالعربي زي ما درسناها الصفات الجينية، okay؟ So what is in on the inside of the genes in DNA؟ Okay, what is on the inside of the genes in DNA؟ عشان أسهل لكم الأليلز، تتذكروا لما كان عندي AA هاد قليل وهاد قليل، أو AA هاد قليل هاد قليل، تمام؟ بس أنا ما بحب أحكيها بهاي الطريقة، بحب نفهمها يعني كمعنى أكتر. Okay, so القليل أي جين في منه two types، قليل أي جين في منه two types، okay، كل واحد رح أسميه قليل. Okay. هذا القليل بيكون عندك الجين فيه قليلين، واحد من الأم واحد من الأب. الجينوتايب هو what is on the inside of the genes in DNA، okay؟ صفات الجينية basically. كمان كنا بنعرف انه عندي two alleles، okay، اذا كانوا هدول two alleles على الجين identical رح يكون عندي homozygous، okay؟ اذا كانوا هدول two alleles different عن بعض رح يكون عندي heterozygous، تمام؟ تمام. الفينوتايب هي عبارة عن الصفات الشكلية، يعني هذا الجين كيف مبين علينا من برا؟ What is the outside or the observable traits of the gene؟ okay؟ اوكي بدي أسألكم سؤال، هل ممكن، هذا السؤال،
هل ممكن أشخاص حاملين نفس الجين يظهر عليهم هذا الجين بطرق مختلفة؟ جواب أنا رح أقولكم إياه أوه، لأنه مش بس الجين هو اللي بيأثر على الأوبزيرفابل تريت أو على التريت اللي طالعة من برا أو على الصفة الشكلية، برضو الانفايرمنت هذا إشي كتير مهم. So بحكي لك most common complex traits are influenced by many genes and by environment. زي هاي الانفايرمنت سواء كانت skin color سواء كانت hair color سواء كان عندنا weight behavior some diseases like diabetes mellitus. This means that the same genotype can result in different phenotype depending on the environment. هذا الإشي جواب هذا السؤال، أوكي؟ أوكي. بدنا نحكي إشي أكيد درستوه بالميكروبيولوجي، بس دكتورة ذاكره إنه بس للتذكير، مش عارفة، يلا نتذكر مع بعض. أوكي. أول إشي بحكي لنا الإيوكاريوتيك cells، cells that are divided by internal membranes into subcellular compartments such as the nucleus, mitochondria, and the plasmic reticulum. يعني الايوكاريوتيك سيلز اللي هم بيكونوا عندنا زي بيحكوا ايش بسميها بالعربي العضيات، مش عارف الاعضاء الداخليه تبعون السيل، اللي بيكونوا مقسمين مقسمين ويعني بيكون عليهم ميمبرينز، اوكي، فبيخليهم مقسمين لنيوكليوس ميتوكوندريا واندوبلازميك ريتيكولم. البروكاريوتيك سيلز اللي هم البكتيريال سيل as an example is not subdivided by internal membranes and so characteristically has no definite nuclear membrane. ما إلها غلاف نووي. أنا ناسي الأسماء بالعربي سامحوني. Each cell contains one single double-stranded supercoiled circular chromosome. الكروموسوم تبعها بيكون double-stranded supercoiled كتير ملفوف كروموسوم، اوكي، وبيكون سنجل. In addition برضو مش بس هذا المادة الجينية تبعتها، يعني رح يكون عندي أول وحدة circular chromosome، وتاني شغلة most species of bacteria also contain a small and circular extra chromosomal DNA molecules called plasmids. Plasmid DNA carries genetic information and may carry genes that convey antibiotic resistance to the host bacterium. رح تاخدوها برضو بالميكروبيولوجي. الانتيبيوتيك ريزيستنس موستلي بتكون على البلازميد، اوكي، ومش كل ال strands of bacteria بيكون عندها الانتيبيوتيك ريزيستنس، اوكي، ومش كل strands اصلا عندها بلازميد. اوكي، خلينا نكمل. حكينا هاي السلايد بس للتذكير، والدكتورة اكدت انها بس للتذكير. اوكي، الكروماتين، بدي بس افهم هاي الجملة. الكروماتين هو عبارة عن الدي ان اي، اوكي، الهستونز، اوكي، النون هستون بروتينز والار ان اي الموجودين جوا النيوكليوس. تمام، مرة تانية، في عندي اول اشي الدي ان اي، الهستونز، النون هستون بروتينز، ال RNA الموجودين وين؟ جوا النيوكليوس. تمام؟ تمام. اوكي. صار خلينا نحكيهم بالديتيلز. صار يحكي consists of very long double-stranded DNA molecules nearly equal mass of small basic proteins termed histones. Smaller amount of إذن كمية الدي إن إيه تساوي كمية الهستونز، هيك مكتوب. Non-histone proteins most of which are acidic and larger than histones. الهستونز بيكونوا قاعديين، أوكي، والأمانت وحجمهم صغير، بس non-histone proteins رح يكونوا حمضيين وحجمهم أكبر من الهستونز، وكمان كمية قليلة من الار إن إيه. In non-histone proteins, this class of proteins includes the various transcriptional factors, polymerases, hormone receptors, or other nuclear enzymes. So, transcriptional factors, polymerases, hormone receptors, or other nuclear enzymes. برضو هاي الأشياء اللي بتنحط زي هيك بيكون إلها شرح مفصل لقدام بالكورس. Last but not least, إحنا حكينا
الدي ان ايه برايمري ستراكشر وخلصنا وحكينا هو عبارة عن sequence of nucleotides، والدي ان ايه secondary structure برضه حكينا انه بيكون هيك شكله. Right-handed helix around a common axis على شكل B-form. اوكي اخر اشي بدنا نحكي على الدي ان ايه tertiary structure. اوكي وهذا رح نشرحه in details بالمحاضرة الجاي. It is the folding of long DNA molecule to decrease its size to allow its packing inside the cell. This is called DNA supercoiling. So, زي كأني بطوي DNA عشان أصغر حجمه ويزبط أني أدحش جوات النيوكليوس اللي كتير صغيرة. هذا بيكون نهاية هاي المحاضرة الثانية. بتمنى اي حد عنده اي سؤال ما يتردد ويسالني، انا حكون موجوده دائما. وحسيت حالي شرحت هاي المحاضره كتير بسرعه فبعتذر وبس. يعطيكم العافيه.